السلام عليكم. بهذا المقطع راح احكي عن الايفنت الجديد اللي نزل، واللي هو تقدر من خلاله تشترى هذا البيت. هذا الايفنت نزل قبل كم تحديث باللعبة، وانا محصل اصلا هذا عندي البيت القديم، بس اكو هواي ما لعبوه بما انه الايفنت جا بداية اللعبة، فتقدر تشترى منه واحد من هذين الالوان. طبعا فكرة الايفنت بكل بساطة، عندك هذين المناطق هو يعطيك اياهن، تجي هنا وتشوف بالخريطة وين هذا المكان وتنتقل له. بعد ما تنتقل له تجي للحقيبة مالتك، يعطوك هذا البيت ورا، ما راح تحكي ويا ابو المهمة، عندك مهمة تحكي وياه. بعدها تجي تضغط زيت او لا بالموبايل، تضغط اي حرف، لا بالسوني هم ما تضغط اي شيء، هو خذلك اياه. لا شوفون فكرته بكل بساطة، لا تشوفون اكو شلون الكرة داخل هذا البيت، كل ما تتوهج الكرة هواي اكثر واكثر، معناها قربنا من المكان اللازم نحصل بيه هذن العملات. تشوفون اذا قربت كلش هو راح ينتقل للمكان، وتجي بكل بساطة تضغط اف وراح تحصل العمل. فتشوفون تجمعون هذن العملات الموجودة هنا، وتشوفون كل ما يضوي الحيوان، تشوفون هسه من هاي الجهة ما قاعد يضوي، نمشي من هاي الجهة، بدأ شوي ونا يكبر يكبر يكبر، فنقدر نقول انه الجهة الصحيحة. تشوفون بدأ يضوي كلش، يعني كلش قربنا. تشوفون اذا قربت كلش من الهدف او المكان اللي بيه هذا العمل، راح يبدي يطلع صوت ويروح للمكان. طبعا تشوفون من يقرب للمكان هو راح يروح له، وانت بكل بساطة تجي تاخذ العمل. طبعا الايفنت بالمجمل راح يعطيك هنا، تقدر تشتري من عنده 300 برايم وجيم، تجمع ذن العمل على اكثر اليوم او بكره راح تقدر تكمل ال 300 برايم وجيم وتحصلهن. وراح تحصل ايضا اكو بعض المناطق يعطيك اياها هنا، تشوفون هذا لازم تجمعهن من هذين المهام، تجمع الجزء وبالاخير راح يطلع لك شكل للمكان، وانت لازم تفتر بالماب وتحصل هذا المكان. راح تقدر تشتري منه 300 برايم وجيم، وراح تحصل ايضا منه 60 برايم وجيم ومنه 60، فبالمجمل الايفنت راح يعطيك 420 برايم وجيم، اي تقريبا 4 سحبات. وايضا راح تقدر تشتري منه ذني الموارد مالت الكتب وتطوير الاسلحه والموره، بس من الاخر يوم، يعني بعد من ينزل هذا الاماكن كلهن، راح تقدر تشتري اي بعد 4 ايام راح تقدر تشتري البيت اللي تريده، وانت ماكو اي فرق بيناتهم، تقدر تاخذ الشكل اللي يعجبك، اي لون مثلا انت حاب الازرق تاخذه، حبيت لون الاصفر تاخذه، ولا حبيت هذا اللون اخذه، ولا حبيت هذا اللون الوردي انا ما اخذه من الايفنت القبل نازل باللعبة قبل، فانا راح اخذ هذا لانه شكله عاجبني. فهذا الايفنت بكل بساطة، اتمنى عجبكم، ما طلعت سون لايك والاشتراك بالقناة. يه مع السلامة.